نحييكم مشاهدينا الكرام بأطيب تحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. في حلقة اليوم نتابع أولا تحركات القمر في الأبراج، وكذلك انتقال كوكب الزهرة من برج الجوزاء الهوائي إلى برج السرطان المائي وتأثير ذلك على الجميع. لمتابعة التوقعات اليومية لبقية أيام الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل يمكنكم متابعتها من خلال الشريط الذي يظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة. فاصل ونواصل. نبدأ مشاهدينا مع القمر. يكون القمر في برج الحوت المائي حتى الساعة 4:05 من مساء الجمعة، ليدخل بعد ذلك برج الحمل الناري ويبقى فيه حتى الساعة 4:28 من فجر الاثنين. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى مساء الجمعة في برج الحوت المائي، من مساء الجمعة وحتى فجر الاثنين في برج الحمل الناري. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح المبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الجمعة من الساعة 3:53 مساء وحتى الساعة 4:05 مساء. يوم الأحد من الساعة 10:50 ليلا وحتى الساعة 4:28 من فجر الاثنين. مشاهدين الكرام، مشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. وننتقل لأول مكالمة نشوف معاكم. خط ألو. ألو نعم. ألو نعم تفضلي. مرحبا. مرحبا، هلا وبيك. وياك من بغداد. أهلا وسهلا. نعم تفضلي. مواليد 12/12/70. ساعة الولادة نعم تعرفيها ولا لا؟ ساعة الولادة 12 بالليل. اوكي، شنو سؤالك؟ الخارطة الشمسية الشخصية عفوا. اوكي. 1970/12 بالليل. هل اسمع من التليفون ولا من التلفزيون؟ اسأليني شنو الأسئلة حتى أجاوبك عليها. والله هو يعني على هاي السنة يعني بدأت سنة متعبة برج القوس كلش، من حيث العمل الرزق. ما عندك مشكلة تقريبا كعمل ورزق، الحمد لله والشكر يحسن من غيرك. أنت شخصيا إذا مثل ما تفضلتي جاية ب 12 بالليل يكون عندك نجاح بالعمل، يعني من النوع اللي تكونين ناجحة بشغلك بشكل عام. إذا أنت تشتغلين خاصة مثلا ممكن تلزمين منصب أو عندك مؤهلات أو الأشياء اللي تساعدك في مجال انه تحققين فد مركز اجتماعي مرموق في مجال عملك وتدين وجودك بجدارتك الى اخره. فمجال العمل على طول العمر اوكي، اذا عدك مثل ما تفضلتي تعرضتي الى فد اشياء معينه يعني هيك هاي تكون ان شاء الله مجرد فد شيء عابر بشكل عام، ما عندك شيء يدعو للقلق. عندك فرصه ايجابيه من ناحيه العمل خلال هذه السنة اللي هي الفترة الأولى من 22/8 لغاية 22/9، والفترة الأحسن خلال هاي الفترة أيضا من تصير من 12/10 لغاية 28/10. هاي الفترة تكون المثالية لك للعمل بصورة خاصة. يعني الحظ ثمانية يعني انت دائما أرقام. تطلع الارقام يعني ارقامك معك 3/5 يعني. نعم، من ناحيه الحظ الحمد لله نقدر نقول عليك محظوظه. من الخريطه ايضا طبيعيه اوكي، يعني اوكي ما عندك فد عثرات او عوائق بحياتك الحمد لله. لا نعم الحظ نقدر نقول عليك نعم محظوظه الحمد لله. اوكي، عندي سؤال اخر. اي بس على من بنتي هم برج القوس بس 22/11/96. اي ساعة 6 الصبح جتي. شنو سؤالك؟ هي سؤال هاي مع الخارطة الشخصية وعلى العمل نفس القصة. العمل نفس الفترات اللي اعطيتك اياها لكل القوس يعني هاي ماشية ما مو شو اسمه، بس خلينا نشوف الاخر امور. 6 الصبح العمل
هي من مواليد برج القوس وطالع العقرب. انت طالع العذراء. اخاف تسالين 5 7 8 9 2 ارقامها 2 و3 و4. اوكي، من ناحيه الحظ الحمد لله محظوظه همينه هي. اوكي، وضعها من ناحيه كحظ. زواج ما عندها مشكله، امورها اوكي ماشيه، ما عاد شيء محلو الحمد لله والشكر، وضعها جدا ايجابي. وعلى المستقبل، على المدى البعيد ان شاء الله، في المستقبل هاي ممكن تكون انسانه غنيه بنفس الوقت، ما عندها اي مشكله، خريطتها جدا طبيعيه انسيابيه وحلوه، يعني مو ما حلوه. عسى ايدك، شكرا جزيلا. هلا وبيك يا هلا. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا، تفضلي. أحب أعرف مواليد 8/5/82. 8/5/82. أي نعم. الواحدة زوالا. أوكي. بالجزائر. الجزائر. أي. أوكي، 8/5/1982. شنو السؤال؟ حابة أعرف عن الزواج. طيب، الزواج والصحة. أوكي، أنت من مواليد برج الثور والطالع الأسد، زين. ناحية الزواج ما عندش مشكلة الحمد لله والشكر، وضعش طبيعي انسيابي جدا طبيعي. عندك الفرصة الإيجابية من ناحية العاطفة والارتباط الفترة المقبلة مثلا، بس الفترة الأحلى هي الفترة ما بين 22 أول أكتوبر لغاية 28 من عنده، يعني شهر أكتوبر كله. أوكي، والفترة المثالية إليك من 21 نوفمبر لغاية 15 ديسمبر خلال هذه السنة. أوكي، فترة إيجابية مثالية. نعم، 21 نوفمبر لغاية 15 ديسمبر. نعم بالضبط، هاي الفترة المثالية إليش للارتباط، الزواج، خطوبة، علاقة جديدة إلى آخره. هاي الأمور تكون الأجواء مهيئة إيجابية لصالحك إن شاء الله. بس يعني في ارتباط في هذه الفترة ممكن. إيه، الأهم شيء بالموضوع أنه أنت ما عندك فد عوائق لا سمح الله مثلا تشير إلى تعطيل أو تأخير في الزواج أو ما شابه، هذا بحد ذاته شيء إيجابي. ف مسألة نصيب إن شاء الله، لا أكثر ولا أقل، لا تفكرين به. من ناحية الصحية انتبهي إلى منطقة الرقبة، الغدد، هاي المناطق اللي هي أكثر عرضة للإصابة في جسمك بشكل خاص. مع ذلك ما عندك فد أمور أو فترات مثلا حدرج أو لا سمح الله انتكاسات صحية، إذا تعرضتي لفد أزمة صحية أو فد شيء ما شابه ان شاء الله يكون شيء عابر، لا تعيري الى اي اهتمام، لا تفكرين به. شكرا. اوكي، سؤال اخر. شكرا، الله يخليك. اهلا وسهلا بك. لا، اهلا وسهلا. شكرا، الله يخليك. اهلا وسهلا. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بنيان من العراق، ممكن اشارك؟ تفضل، تعال الهواء. مواليدي 1987 4/11، ممكن يعني تشوف تفاصيل يعني من ناحيه العمل، التعيين، الحظ، الشخصيه، اذا ممكن. بس الساعه بيش جاي؟ والله تقريبا 9 بالليل. اي 9 بالليل. تمام. انت من ناحيه العمل الفتره الحاليه هذا الشهر، اوكي، والشهر اللي يجي لك كل الزين. اذا انت دا تشتغل حاول انه تستغل هاي الفتره تكون لك كلش ايجابيه من ناحيه العمل بشكل خاص، الاجواء ايجابيه وتستمر وياك لحد شهر 10 ان شاء الله. اوكي، ان شاء الله. هاي والاحسن مثلا هي من 6/9 لحد 12/10، فهاي الفتره استغلها انت. اذا دا تشتغل تقدر مثلا تاخذ، اذا عندك مثل شلون نقول عندك مستحقات او مستحق تاخذ منصب احسن الى اخره وما شابه، الامور تكون ايجابيه من جانبك ولصالحك، لا تتردد انه تتقرب من المسؤولين، تطلب من عندهم، هاي الامور كلها ايجابيه بصوره خاصه.
من ناحية الحظ 7 8 9 4 1 أرقامك 1 و4 أوكي. من الأرقام أوكي. أنت إنسان طبيعي من نسبة الحظ ولا من الخارطة، الحمد لله والشكر، نقدر نقول أنت أفضل من غيرك، الحمد لله والشكر، الحمد لله. الشخصية كواحد الأرقامك 1 و4 و9 آسف، تمام 7 8 9 4 أرقامك 4 و9 آسف أوكي 4 و9 4 و9 نعم. الطالع السرطان الشخصية إنسان عملي واقعي، حياتك كلها عبارة عن سلسلة من الأحداث والتغييرات، أنت المفاجئة، أنت بدورك تفاجئ اللي حولك بتصرفاتك. عندك حاسة سادسة أيضا ملحوظة، تحب حريتك واستقلاليتك إلى حد كبير، ما تفرق بين هذا، يعني تنظر للناس بنظرة سواسية، ما تفرق بين هذا يكون من طبقة اجتماعية أو من جهة اجتماعية معينة إلى آخره أو ما شابه. عندك الناس يعني تنظر للناس بالنظرة الإنسانية الحقيقية اللي هي أجهل أكثر الناس يجهلون هاي النظرة، وعملي واقعي قلناها، وجريء صريح، عندك قدرة طاقة نشاط العمل، قد تتسرع أحيانا في اتخاذ قراراتك وتصرفاتك، وعندك حب منافسة، شخصيتك شيء على شيء ما شاء الله عليها كلش حلوة إيجابية. الحمد لله الحمد لله إن شاء الله الأمور يعني طيبة. من ناحية التعيين يعني أنا بأبحث عن تعيين، صارت يعني صار لي فترة أوكي. على أساس إنه إن شاء الله تعيين. استغل هاي الفترة الحالية، أو إذا ما صارت لك ما سنحت لك الفرصة، عندك من 6-9 لغاية 12 بشكل خاص، أنت هسه دور، مو يعني مو ماكو، بس الأحلى من 6-9، يعني عندك هسه حاليا لغاية 12 العفو نعم من نال 12 فرص جدا تكون إيجابية إن شاء الله. إن شاء الله أنا ممنون شاكر. تدلل، أهلا وسهلا بك. هلا بك. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. مرحبا. مرحبا، هلا بك. شلونك أستاذ فلات؟ إن شاء الله بخير. خير الله يسلمك يا هلا، تفضلي. بس أريد أسأل على تاريخ 19/3 1992 ساعة الولادة، يعني بالوحدة أو سنتين الظهر هذا الوقت. أوكي، شنو سؤالك؟ يعني من ناحية العمل أو مثلا مشروع جديد أو هيك شيء، وأرقام الحظ وشون يعني الخريطة مالتك. تمام. هو من مواليد برج الحوت. أوكي أي. الطالع يكون يا أما السرطان يا أما الأسد، يعني أنت ما متأكدة إذا بالوحدة أي. ونص أوكي قبل الوحدة ونص لا خمسة هيك شيء تقريبا 1/3 يكون طالع السرطان، بعدها يكون طالع الأسد. زين أوكي. من ناحية المشروع إذا هو يريد يدخل مشروع شراكة، يعني لو مشروع شنو؟ أي شراكة. شراكة أفضل فترة إلى من 12 لغاية 28/10 هاي الفترة المثالية إلها، يعني هي من 22/8 تبدي، بس الأنسب من 12/10 لغاية 28/10. ليش؟ أنا ذاك يكون كوكب الزهرة في برج العذراء، هذا يكون أو يعد البيت السابع المسؤول عن الشراكة، إذا شراكة عمل عاطفة أو زواج، يعني شراكة عمل مثلا إذا أريد يدخل شريك بموضوع أو توقيع عقد إلى آخره، أنا ذاك تكون فرصة إيجابية، الأجواء تكون أفضل له. حاليا ما يمنع إذا عنده حاليا مثلا يريد يدخل بهيك مشروع أوكي، مثلا باكر إلى يوم إيجابي على سبيل المثال، يوم إيجابي بشتى مجالات الحياة، يكون القمر ببرجه بحد ذاته يكون فد شيء نوعا ما إيجابي، بس ما عنده مشكلة من ناحية العقود، مع عقود هاي الأمور وضعه أوكي. هذا من ناحية العمل أو المشروع اللي أنت قلتي عليه 3 6 1 7 أرقامه 1 و7 أوكي أرقام الحظ. من ناحية الحظ هو إنسان طبيعي، شخصيته كلش قوية، يعني أشوف اللي يكون عنده رقم واحد بصورة عامة هذا الإنسان يكون يعني عنده نظرة متفائلة للحياة، يكون إنسان طموح، عنده ثقة عالية بنفسه، فمجرد يكون عنده ثقة عالية بنفسه بحد ذاته هذا شيء إيجابي، أنه هذا الإنسان يقدر أنه يواجه الحياة، يواجه أي شيء يواجهه من صعوبات إلى يعني أو أشياء بحياته، فبالتالي يتغلب عليها
فمن خلال طموحه وقوة شخصيته، فنقدر نقول عليه إيجابي انسيابي. بعد عندك شيء سؤال آخر؟ أقدر أعطيك تاريخ ثاني؟ أعطيني بس بشيء. 3/1/2020. 3/1/2020. ساعة الولادة؟ ساعة بالثنتين ويمكن 43. ثنتين؟ الظهر. ثلاثة. وين؟ هنا أنا بالإمارات. ها أنت هنا أنا. أوكي. الظهر؟ أي الظهر. دقيقة. لأن 3/1/2020 ثنتين 3/4. شنو السؤال؟ يعني هو طفل ما أدري يعني الصورة عامة ما عندي شيء يعني محظوظ أرقام الحظ. أوكي 4/5 لا ما محظوظ مع الأسف. أرقامه 3/5 العفو 3/8 آسف. أوكي هذا محظوظ من يوم الميلاد زين. ما محظوظ من برجه ومن مجموع الأرقام. يعني الشيء اللي يريده يعني يوصله بس بتعب واجتهاد ومثابرة وتصميم. يعني شوية بيها شلعان قلب حياته، مو بالسلاسة أو الانسيابية الطبيعية اللي غير شخص من يعني من غير مواليد من بصورة عامة يتمتع بهاي الصفات. فبالتالي يتوجب عليه أنه يعتمد على نفسه أكثر ما على يعتمد على عنصر الحظ. هذا مو معناه أنه أبداً مثلاً يعني أقول لك أنه حياته جداً صعبة، لا الحمد لله والشكر نسبياً يكون أفضل من فيما لو صارت عنده مشكلة أو واجهته في صعوبات أو عراقيل في مجرى حياته. الحظ يوقف وياه في آخر لحظة، هذا الحمد لله نوعاً ما إيجابي، بس يفضل أنه يعتمد على مثابرته واجتهاده ويكون إنسان جداً طموح. من ناحية الزواج ما عنده مشكلة. هذا عفوا هو بالوحدة وثلاثة أربعين. أنت قلتي بالثنتين. لا غلطت. إيه أوكي راح يختلف بس الطالع. بس شغلة الأخ هسه همينة دقيقة. شغلة الأخ هسه انتبهت لها لحظة بس أتأكد من عندها. نعم المشتري. أوكي ايش قد قلت لك عليه انه هو عنده صعوبات وكذا، هاي من ارقامه وكذا وهذه. بس عنده الحمد لله والشكر من الخريطه مالته فاشياء جدا ايجابيه، يعني من النوع اللي عنده زاويه الاقتران ما بين الشمس وكوكب المشتري. هذا اللي عنده هاي الوضعيه يعني من النوع اللي يكون دائما يبتسم للحظ يعني بصوره عامه، يكون متفائل ونقدر نقول عليه يكون ايضا عنده شعبية كبيرة، فهذا الشيء بحد ذاته إيجابي. هذا الشيء الحلو بالخريطة ما تهسى من غيرنا ساعة، يكون عنده مجال دراسة جدا حلو جدا إيجابي، يعني خاصة الدراسة الجامعية وكذا وما شابه. ومجال يكون عنده سفر هواية بحياته زين، يعني يكون متنقل هواية وعنده إمكانية أو اللي تأهله أنه يحقق في مركز اجتماعي أو مراحل عفوا متقدمة في مجال العمل، بالتالي يحقق مركز اجتماعي قوي في مجال عمله بعد ما يخلص الدراسة. فخريطة كلش حلوة الحمد لله والشكر. وبالنسبة لأرقام الحظ قلت 5/8؟ 3/8. 3/8. نعم تمام. نعم. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك. هلا مشاهدينا الكرام، المشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة وهي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. كوكب الزهرة في الساعة 6:21 من مساء يوم الجمعة الموافق 7 آب/أغسطس ينتقل كوكب الزهرة من برج الجوزاء الهوائي إلى برج السرطان المائي. سيمكث فيه حتى الساعة 10:22 من صباح يوم الأحد الموافق 6/11. سيشعر مواليد برج السرطان خلال تلك الفترة المذكورة بتحسن يطرأ على مظهرهم الخارجي وبقوة العاطفة في حياتهم.
منهم من يبدأ علاقة عاطفية جديدة ومنهم من يعزز العلاقة القائمة إذا كان راضياً عنها. يستفيد عاطفياً مع مواليد برج السرطان مواليد الأبراج التالية: العقرب، الحوت، الثور، العذراء والجدي، وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة ساعة ولادته في برج السرطان المائي. من يولد وكوكب الزهرة لديه في برج السرطان يكون عاطفياً ولكن لا يشعر بقوة العاطفة إذا لم يتهيأ له جو من الأمان والاطمئنان. بما أن الزهرة لها صلة بالمال أيضاً، فسيشعر مواليد برج السرطان ومعهم الأبراج المذكورة سابقاً بفرص مالية لا بأس بها. خلال مكوث الزهرة في السرطان تشكل مع الكواكب الرئيسية الأخرى عدة زوايا، منها الإيجابية ومنها السلبية. فيما يلي نلقي نظرة سريعة عليها ونبدأ مع زاوية سكستايل إيجابية مع كوكب أورانوس، تسر ذروتها في الساعة 10:28 من ليل يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب أغسطس. هذه الزاوية تعزز من شعبيتنا وتدفع بنا للمحافظة على نظرة إيجابية مرحة للحياة. زاوية المقابلة مع كوكب الحظ المشتري تصل ذروتها في الساعة 1:26 من بعد منتصف ليل يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب أغسطس. هذه الزاوية تدفع بالبعض منا إلى محاولة ترك انطباع لدى الغير بتصرفاتهم والإثبات بأهمية حضورهم، وهم غالبا لا ينجحون في ذلك. زاوية تراين الإيجابية مع كوكب نبتون تصل ذروتها في الساعة 12:13 من ليل يوم الخميس الموافقة 27 من آب أغسطس. هذه الزاوية تجعلنا أكثر جاذبية لأفراد الجنس الآخر وأكثر لطافة في التعامل. زاوية التقابل السلبية مع كوكب بلوتو تصل ذروتها في الساعة 4:31 من مساء يوم الأحد الموافق 30 من آب أغسطس. هذه الزاوية السلبية وتعمل غالبا على إنهاء أي علاقة عاطفية واهية. زاوية التقابل السلبية مع كوكب زحل تصل ذروتها في الساعة 3:18 من مساء يوم الأربعاء الموافق 2 من أيلول سبتمبر. هذه الزاوية تخلق المتاعب مع الحبيب المنشود، يجب علينا الحذر من مطب عاطفي. زاوية التربية الصعبة مع كوكب المريخ تصل ذروتها في الساعة 12:12 من ظهر يوم الجمعة الموافق 4 من أيلول سبتمبر. هذه الزاوية تأتي بالمتاعب العاطفية ذات الصلة بالناحية الجنسية. لوجود الزهرة في برج السرطان تأثير مباشر على مواليد الأبراج كافة. فيما يلي أبرز هذا التأثير ونبدأ مع مواليد برج الحمل. تنصب جهودهم حول شؤونهم البيتية والعقارية، ينجحون في صفقة عقارية بيع أو شراء أو يدخلون تغييرا على مسكنهم، يعززون أيضا الروابط العائلية. مواليد برج الثور ينشطون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويستفيدون من ذلك، يعززون العلاقة مع الأخوة والجيران. الفترة مناسبة لممارسة هواية مفيدة أو الانضمام إلى دورة دراسية والشراء أو بيع سيارة. مواليد برج الجوزاء يستفيدون ماليا، تتاح لهم الفرصة للحصول على مال من عمل إضافي أو يستردون مالا يعود لهم، ومنهم من يعثر على حاجة مفقودة. مواليد برج السرطان هم أكثر المستفيدين عاطفيا وماديا وفنيا، منهم من يبدأ علاقة عاطفية جديدة أو يعزز العلاقة القائمة إذا كان راضيا عنها، ومن لديه علاقة غير متينة تنتهي لتحل محلها علاقة جديدة. مواليد برج الأسد تتاح الفرصة لمواليد هذا البرج للتعامل مع مؤسسة كبيرة والاستفادة منها في وقت لاحق، منهم من يبدأ علاقة عاطفية من وراء الكواليس ويفضل أن تظل كذلك وأن لا يباح بها كي لا تفشل. مواليد برج العذراء ينشطون اجتماعيا ويلتقون الأصدقاء ضمن حفلات أو مناسبات سعيدة، منهم من يرغب في الانضمام إلى عضوية نادي أو جمعية ويتعرفون على أصدقاء جدد.
مواليد برج الميزان يستفيدون في تدعيم مركزهم الاجتماعي والدفع بمصالحهم في مجال العمل. يقدر المسؤولون جهودهم ويحافظون على سمعة طيبة. الفترة مناسبة لمن يبحث عن عمل أو يرغب في إدخال تغيير عليه. مواليد برج العقرب ينشطون في مجال السفر والاتصالات والتنقلات، ومنهم من يقوم برحلة إلى مكان بعيد. على الطلاب الأكاديميين استغلال الفترة للدراسة والامتحانات. مواليد برج القوس ينشغلون في ضبط ميزانيتهم، تتاح لهم الفرصة للحصول على مال من تركة أو ميراث أو تعويض، ومنهم من يحصل على مال من برنامج ادخار انتهى مفعوله. الفترة مناسبة للحصول على قرض من مصرف. مواليد برج الجدي يتركز اهتمامهم حول تعزيز شراكتهم، يلتقون أشخاصا يرتاحون إليهم ويجدون تعاونا منهم. الفترة مناسبة لإتمام خطبة أو زفاف أو التوصل إلى توقيع عقد تجاري. مواليد برج الدلو يستفيدون في مجال العمل وبالذات في علاقتهم مع زملائهم، منهم من يبدأ علاقة عاطفية ضمن مجال عمله. يحافظون على صحتهم، ولكن من لديه ميل للبدانة يجب أن يحذر جيدا. أخيرا وليس آخرا، مواليد برج الحوت يجتازون بصورة عامة فترة إيجابية يشعرون خلالها بقوة الحظ عاطفيا وماليا. منهم من يبدأ علاقة عاطفية جديدة أو يعزز العلاقة القائمة إذا كان راضيا عنها. الفترة مناسبة للنساء للدخول في الحمل. هذه الفترة مشجعة أيضا لتجربة الحظ بورقة يا نصيب أو ما شابه. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي سوف نستفيد كل منا حسب برجه، وذلك من تأثير انتقال كوكب الزهرة إلى برج السرطان المائي، وذلك اعتبارا من 7 من آب أغسطس وحتى 6 من أيلول سبتمبر المقبل، والله أعلم. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، وهي لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. وعودة للمكالمات. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مواليد 1990. يا يوم يا شهر؟ شهر الثاني 20. 20/2/90. ساعة الولادة؟ ها؟ ساعة الولادة؟ ما أعرف والله. أوكي، شنو سؤالك؟ سؤال عنده، هذا مواليد عنده مشاكل بالزواج، إذا أعرف عنده انفصال ولا لا؟ لازم أعرف ساعة الولادة بهيك حالة. دون ساعة الولادة صعبة جوابك بصراحة. بعرف ساعدون. والله لازم ساعة الولادة، يعني حتى تريد أجاوبك السؤال يعني جواب مضبوط، لازم أعرف ساعة الولادة بخصوص الزواج، يعني المشاكل بشكل خاص مثل ما تفضلت، يعني موضوع الزواج أو الأطفال أيضا بهيك حالة ضروري. وأنا أعرف بيت بالليل. نعم. أنا أعرف بيت بالليل، ما أعرف ساعة بالليل. صعبة والله. إذا تقدر تتأكد أنت اليوم حصلت أوكي، تقدر مثلا مرة ثانية إذا تقدر تخابرني أجاوبك من عيني، بس بدون ساعة الولادة بصراحة ما أقدر يعني أقول لك إي أو عدة مشاكل أو وضع إيجابي أو سلبي. بشكل عام صعبة هذا يعني هذا الشيء. يعني عندي سؤال ثاني. يعني تفضلي. تفضل. آسف. فترة مناسبة للمعاملة. اوكي، بغض النظر يعني قبل ما اقول لك على شغله المعامله، ما معامله هذا التاريخ بشكل خاص، هو متزوج ولا لا؟ بس اتاكد. متزوج. اوكي، عند هاي الفتره راح تبدي من يوم الجمعه. اوكي، فتره ايجابيه انه يحسن علاقته الزوجيه، اذا كانت بها مشاكل او عنده مشاكل بصوره خاصه عند الفتره لحد 6/9، الفتره تكون ايجابيه انه يحسن علاقته بصوره خاصه. اوكي، الفترة الثانية الإيجابية انه يحسن علاقته أكثر بعد بشكل خاص من ناحية الزواج، يعني ويا الزوجة، أو إذا مثلا واحد من مواليد برج الحوت عنده شريك عمل إلى آخره. الفترة الأمثل هم من هذيك تكون من 12 لغاية 28/10. هاي الفترتين الإيجابية من ناحية انه يحسن وضعه بصورة خاصة. من ناحية المعاملة عندك يقدر باكر يروح يقدم على شغل على المعاملة مالته وفتشي باكر يوم يجي؟ يقدر. باكر روح توكل على الله. إذا مو باكر شوية تتأخر على نهاية الشهر، هذيك الفترة اليوم اللي يكون مثالي إليه يوم 26 بالشهر. أوكي، يعني ممكن مواليد ثاني؟ تفضل.
2003 شهر 7 30 دقيقة 2003 شهر 7 30 30 ايه اوكي ساعة الولادة الساعة 6 مساء دقيقة شنو السؤال؟ بالنسبة للمستقبل نعم مستقبل حياتي المستقبل يعني تمام اوكي بصورة عامة تمام اوكي تدلل 30 7 2003 من 6 مساء اوكي 5 3 6 ارقامه 1 و 3 و 6 هذا الانسان محظوظ والحمد لله والشكر زين من ناحيه الزواج ما عنده مشكله زواجه يكون هذا الولد لو بنيه يتزوج من انسان من طبقه اجتماعيه غنيه او يكون انسان مشهور معروف بالمجتمع الى اخره وضع الزواج اوكي وضع الاطفال ما عنده مشكله هذا احد قرايبه او قرايب ابوه يعني او امه عندهم توم لو لا اكو هذا قرايب ابوه او امه عندهم توم لا لا ماكو هذا احتمال يجي له توم يعني بالاطفال يرزق توم خريطته كلش اوكي حلوه ايجابيه ما عنده مشكله مثل ما قلت لك الحمد لله والشكر عندك عندك سؤال خاص يعني لا ما عندي سؤال اهلا وسهلا بك يا هلا ناخذ اتصال هاتفي اخر الو الو نعم الو السلام عليكم وعليكم السلام هلا بك مرحبا استاذ مرحبا يا هلا تاريخ 27/8/1992 ساعة الولادة ساعة الولادة 9 مساء 9 مساء شنو سؤالك؟ يعني بصورة عامة عن ناحية من ناحية الحظ ارقام الحظ 27/8/1992 9 مساء اوكي انت من مواليد برج العذراء الطالع الحمل اوكي من ناحية الارقام 3 4 2 3 3 2 5 أرقامك 2 و5 و9 من ناحية الحظ من الأرقام إنسان طبيعي هذا لك التاريخ أنت؟ لا زوجتي أوكي من ناحية الحظ طبيعية من ناحية الزواج أيضا طبيعي ما عندها مشكلة من ناحية الأطفال الحمد لله ما عندها مشكلة بس هذه إنسانة كلش ذكية هاي دير بالك تشذب عليها ترى صيدك الصيدك الله يبارك يعني حاول انه شلون نقول تشفى شرع لان ما مستحيل تفوتها شغله ذكاء مالتها بلوه داهيه اوكي شنو تريد تعرف بعد؟ من ناحيه السفر من ناحيه السفر هي من الارقام من الخريطه ما عندها مشكله بصراحه يعني ما عندها فد امور تدعمها ولا بنفس الوقت مثلا فد اشياء تعرقل عليها او يمنع عندها يعني سفر قصدك هجره مو لو سفر عادي يعني هجره ما عندها مشكله اذا تريد مثلا على سبيل المثال الفترات الايجابيه لها من ناحيه السفر عندها من 11 بشهر 11 من 11 لغايه 1/12 مثلا هذيك الفتره تكون لها ايجابيه بشكل عام قبلها ما عندها مشكله يعني وضعها اوكي يعني ماكو فد مؤشر اكو ناس مثلا يطلع لهم مؤشر قوي انه هذا الشخص يسافر او يبتعد يتغرب عن اهله او ما شابه هي وضعها مع يعني انسيابي من هذا المجال شكرا جزيلا اوكي اهلا وسهلا بك مشاهدينا الكرام للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي الى هنا ناتي الى ختام حلقه هذا اليوم من البرنامج التقيكم باذن الله يوم السبت المقبل الى ذلك الحين استودعكم الله تقبل تحياتي وتحيات سلطه البث من تلفزيون الشرقيه مع السلامه